إنها 7:30 مساء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية من المستقبل مستهلة بالعناوين مع روز. مساء الخير إلى عناوين. المضحك المبكي أن حزب الله الذي يعطل انتخابات الرئاسة يتهمنا ويتهم المملكة السعودية بما هو فيه. الأمين العام لتيار المستقبل: أفعال حزب الله تكذب أقواله، واللبنانيون تعبوا من حروبه. الجيش اللبناني حريص كل الحرص على أمن المخيمات كما هو حريص على أمن صيدا. اللجنة الأمنية للمخيمات تؤكد وجود إجماع فلسطيني على أمن واستقرار مخيم عين الحلوة وجواره. عشرات القتلى والجرحى في غارات وحشية لروسيا والنظام السوري على إدلب وحلب. ثلاثية الحوار المرتقبة بدءا من الثلاثاء والتي من المفترض أن تسبقها أجواء انفتاح واسترخاء سياسي، استبقها حزب الله بتوتير سياسي انطلاقا من حسابات الحزب الإقليمية المضبوطة على الإيقاع الإيراني. فالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شن حملة على المملكة العربية السعودية متجاهلا الاستحقاق الرئاسي، فرد الرئيس الحريري مؤكدا أن المملكة تاج مرصع بالخير والمكرمات في التاريخ العربي، معتبرا أن مواصلة التحامل على المملكة من بعض المواقع علامة سوداء في تاريخ وحاضر الباحثين عن أي وسيلة لتعميم ثقافة الفتنة والحروب في العالم العربي. وبالتزامن مع هجوم نصر الله، حذر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره من أن الوضع الراهن ينذر بمخاطر كبيرة، مشددا على ضرورة معالجة أزمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، في وقت سجل تنظيم حملة بدء حاسب مسيرة للمطالبة بإقرار قانون انتخابي جديد يعتمد على النسبية. إقليميا، فإن مجريات الحصار المفروض على حلب من قبل نظام الأسد مدعوما بالطائرات الروسية ومقاتلي حزب الله بقي محور متابعة ليسجل مقتل العشرات في غارات استهدفت ريف حلب. إذن رد الرئيس سعد الحريري على الكلام الذي أطلقه أمس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والذي استأنف فيه هجومه على المملكة العربية السعودية. وقال الرئيس الحريري في سلسلة تغريدات عبر تويتر إن هناك أشخاصا يتقنون قلب الحقائق، فيما المملكة العربية السعودية تاج مرصع بالخير والمكرمات في التاريخ العربي. هنالك أشخاص يتقنون قلب الحقائق ويرمون سواهم بما يغرقون فيه من ممارسات وحروب ونزاعات أهلية ومذهبية. الكلام للرئيس سعد الحريري الذي أكد عبر تويتر أن المملكة العربية السعودية تاج مرصع بالخير والمكرمات في التاريخ العربي، وعنوان لا ينكسر للدفاع عن قضايا العرب والمسلمين. وشدد الرئيس الحريري على أن مواصلة التحامل على المملكة من بعض المواقع علامة سوداء في تاريخ وحاضر الباحثين عن أي وسيلة لتعميم ثقافة الفتنة والحروب في العالم العربي، ورأى أن من تتلطخ يداه بدماء العرب في سوريا والعراق واليمن والبحرين والكويت ولبنان لا يحق له أن يعتلي منابر الإساءة للسعودية وقيادتها وشعبها، ومن يسمح لحزبه ومسلحيه أن يكون أداة إيرانية لصناعة الفتن في المجتمعات العربية لا يحصل على براءة ذمة مهما أبدع في التزوير السياسي. من جهته قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادي إن لهجة الأمين العام لحزب الله من شأنها أن تعرقل الحوار. وفي حديث لإذاعة الشرق دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى التنبه للأفخاخ التي تنصب له في ملف الانتخابات الرئاسية. هيدا ما له محل حتى على طاولة الحوار طالما هذه اللهجة من نصر الله. هيدي لهجة نصر الله يجب أن تمنع حزب الله عن مشاركة في طاولة حوار يبحث فيه مصير لبنان بسبل سلمية، مش بتشبيح والبلطجة على كل
ما يمثل مؤسسات في لبنان وعلى كل حلفاء لبنان. ما بحق له يحكي ولا كلمة بحق السعودية. السعودية وقطر رجعوا عمروا له جنوب. بالتاريخ الحديث اللبناني هلا مين صار له كل مرة سنتين وكسور بيمنع انتخاب رئيس؟ أنا بتمنى على الحكيم ما يفرش لأخصامه قبل أخصامنا أنه يركبوا له بكرة قلوا وقلنا ولا الشيخ سعد ولا وليد تحديدا أفخاخ. أين هي أفخاخ 94 و93 منها؟ أنا بتمنى على الحكيم بدل ما يضل عم بيطبق الباقيين بمشيل عون يسمع شوي لطلب الضمانات الواردة من الباقيين. من الضمانات أنه ميشيل عون كما هو في حالته الحاضرة مع عفشه الحاضر ومع ارتباطاته السابقة والمستمرة ما بيصلح يكون رئيس جمهورية. ومن البقاع أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن أفعال حزب الله تكذب أقواله، مشددا على أن الرئيس سعد الحريري لا يرضى أن يرى نقطة دم واحدة على كفه على عكس من يعمل لمصلحة النظام السوري وإيران. جولة بقائية قام بها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري مطلقا خلالها سلسلة مواقف سياسية ومتابعا حاجيات المنطقة الإنمائية. الحريري لبى دعوة رئيس بلدية الخيارة محمد علي مظلوم إلى لقاء تكريمي حاشد أقامه على شرفه في دارته في حضور نواب منطقة البقاع الغربي ومفتي زحل والبقاع الشيخ خليل الميس ومفتي رشايا أحمد اللدن وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير ومسؤولين ومنسقين في تيار المستقبل وحشد من الشخصيات والمواطنين. الحريري أكد أن الرئيس سعد الحريري يهتم شخصيا بمطالب أهالي البقاع ويتابع قضية التلوث في نهر الليطاني. جل ما نريده اليوم أن ننأى بلبنان عن النار المشتعلة من حولنا وأن يبقى الصراع السياسي في البلد تحت سقف المؤسسات بعيدا عن الشارع وتحت سقف دستور الطائف بعيدا عن الطموحات التأسيسية. المضحك المبكي أن حزب الله الذي يعطل انتخابات الرئاسة يتهمنا ويتهم المملكة السعودية بما هو فيه، يكذبون الكذبة ويصدقونها حتى رغم أن أفعالهم تكذب أقوالهم. بس الشمس طالعة والناس قاشعة والناس بتشوف كتير منيح انه مين عم ينزل على مجلس النواب بكل الجلسات لانتخاب الرئيس ومين عم يكتفي بالتنظير على الشاشات وبالتهويل باستمرار بالتعطيل اذا ما انتخبنا له المرشح المحدد الفلاني. بإذن الله حنضلنا نسعى لانتخاب رئيس لنقدر ننمي البقع وننمي عرسال وننمي عكار وبيروت وصيدا وشبعة وكل المناطق اللبنانية. هن مش فارقة معهم الناس، نحن كل همنا بس الناس، ناسنا اللي رجع الرئيس سعد الحريري تيكون مرفوع الرأس معهم بكل المناطق، لأنه اللي بيشتغل لمصلحة بلده وناسه وما بيرضي تلمع نقطة دم وحدة على كفه ضميره مرتاح وجبينه عالي، مش مثل اللي عم يشتغل لمصلحة سوريا وإيران وقبلان يضحي بشبابه. كل الشكر للرئيس محمد الذي نعرفه رجلا مكافحا خطى كلماته الأولى في مسيرة الصبر والنجاح فلاحا مثلنا. نحن بيت الحريري فلاحين، هيك بلشنا. القتلة لا يريد لبنان أن يعيش عصر الحرير ولا الحريري فغيبوه. ولكن أقول ولكن الشعب يبقى وفيا وتراب الوطن يبقى وفيا. الشيخ أحمد الحريري البقاع يفتح قلبه وذراعيه حبا بالشباب الطموح والذي يمثل عنفوان الشباب العربي. اللقاء الذي استهل بتقديم من الشيخ أحمد حمود تخلله كلمة للسيد قاسم مظلوم وأخرى للنائب الكندي من أصل لبناني زياد أبو الطيف،
وكان الحريري قد استهل جولته بزيارة المفتي الميس في مكتبه في الأزهر في مجد العنجر، حيث أدى صلاة الجمعة قبل أن يقوم بجولة تفقدية في مستوصف رفيق الحريري الطبي في تعنايل، مباركا لآل ياسين جهودهم على رأس الإدارة الجديدة للمستوصف. ثم زار النائب جمال الجراح في منزله في المرج، حيث أقام على شرفه مأدبة غداء تكريمية في حضور حشد من الشخصيات وأهالي البلدة. من عين التيني، نقل الوزير السابق فارس بويز عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن الوضع الراهن ينذر بمخاطر كبيرة نسبة للتطورات في المنطقة إن لم يسرع لبنان في إيجاد حلول سريعة لقضاياه. وأشار بويز إلى أن الأزمة السورية تلقي بظلالها على الساحة اللبنانية، مشددا على ضرورة معالجة أزمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية. لا يجوز أن يبقى البلد بلا رأس، لا يجوز أن تبقى سدة رئاسة الجمهورية شاغرة، لا يجوز أن يبقى الوضع الحكومي كما هو مضعضع مفكك، لا يجوز أن يبقى مصير المجلس النيابي عرضة للتساؤلات. ولسوء الحظ ليست هناك مؤشرات إقليمية تجعلنا نعتقد بأن هناك يعني تشجيع للبنانيين أو هناك ثغرة تستطيع الأزمة الداخلية الدخول منها في الاتجاه الصحيح. اطلع الرئيس سعد الحريري من وفد من منطقة العرقوب على مطالب أبناء المنطقة، واعدا بالعمل لفتح مستشفى الشيخ خليفة بن زايد. الأوضاع في منطقة العرقوب عرضها الرئيس سعد الحريري خلال استقباله في بيت الوسط وفدا موسعا من المنطقة ضم رؤساء بلديات ومخاتير ورجال دين وفعاليات المنطقة ونائب السابق منيف الخطيب في حضور الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. المنسق العام للتيار في منطقة حصبية مرجعيون عبدالله عبدالله لفت إلى أن الزيارة تأتي استكمالا للتحرك في موضوع مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في منطقة شبعة والذي لا يزال حتى اليوم مقفلا، وقال نحن نسعى لفتح هذا المستشفى. ووعدنا دولة الرئيس بأنه يعمل بشكل مكثف لفتح المستشفى، وبإذن الله سيكون حتى برعايته الافتتاح. هذه المطالبة هي عنوان للحرمان الذي تعانيه المنطقة من كل جوانب الحرمان. نطالب من هنا من بيت الوسط أن يكون افتتاح المستشفى في أقرب وقت ممكن درءا لأي تداعيات عم بتصير من أهلنا في المنطقة. الرئيس الحريري التقى رئيس مجلس إدارة مركز اليوسف الاستشفائي في منطقة عكار الدكتور سعود اليوسف في حضور الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، وتناول البحث الموضوع الاستشفائي وشؤونا عامة تخص المنطقة. ومساء استقبل الرئيس الحريري القائم بأعمال السفارة الألمانية في بيروت الوزير المستشار كارستن ماير ويفهاوزن، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية. ثم التقى وفدا من لجنة مهرجانات ليالي أرز تنورين ضم رئيسة اللجنة السيدة مارلين حرب ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجين أسناس ورئيس الغرفة التجارية اللبنانية الفرنسية جابي تامر والمحامي ميكي تويني في حضور منسق تيار المستقبل في البترون وجبيل جورج بكاسيني، وتسلم منه دعوة لحضور حفل مسرحية ملوك الطوائف. جالت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا على القيادات الصيدوية لبحث الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، وتأكيد على حرص الجيش اللبناني على أمن المخيمات كما على أمن مدينة صيدا. الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة بحثه الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في صيدا مع وفد من اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على المخيمات برئاسة اللواء صبحي أبو عرب. الوفد أطلع الرئيس السنيورة على الجهود التي يبذلها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المخيم والجوار، وطمأنه إلى أن هناك إجماعا فلسطينيا وطنيا وإسلاميا على عدم السماح بأي توتير للوضع. وشكر الوفد اهتمام الرئيس السنيورة بهموم الشعب الفلسطيني
الفلسطيني والمخيمات، حيث أبدى لهم كل نصح في كيفية المحافظة على أفضل العلاقات مع الجوار اللبناني. يجب أن نقنع جميع الأطراف وجميع الأفراد وجميع أهلنا في المخيمات وتحديدا في مخيم عين الحلوة أن الجيش اللبناني لا يبيت أي نية سيئة للمخيمات، ونحن أيضا نبادل الجيش اللبناني ونبادل الدولة اللبنانية ونبادل الشعب اللبناني نفس الشعور بالمحبة والأخوة. وللغاية نفسها التقى الوفد النائب بهية الحريري في مجدليون، حيث أكدت أن وجود إطار جامع وموحد للإخوة الفلسطينيين كاللجنة الأمنية العليا التي تسهر على الوضع في عين الحلوة يشكل ضمانة للمخيم وعامل اطمئنان للجوار، مشددة على أهمية أن نبني ونراكم إيجابا على جسور التعاون والثقة التي تعززت بين القوى الفلسطينية في المخيم وبين الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية ولا سيما الجيش اللبناني، بما يصب في تعزيز الأمن والاستقرار في المخيم ويمنع أي أفكار غريبة على نسيجه من أن تتسرب إليه أو تتخذه منطلقا أو منصة لأي عمل يسيء للجوار اللبناني ويسيء قبل ذلك ومعه للشعب الفلسطيني وقضاياه المحقة والعادلة. الجيش اللبناني حريص كل الحرص على أمن المخيمات كما هو حريص على أمن صيدا، وبالتالي هذا التعاون بين المخيم بقواه وفصائله مع الدولة اللبنانية يترجم أمن واستقرار لصيدا وللمخيم، ولذلك هو مصلحة مشتركة وضرورة للطرفين. وكان الوفد اجتمع إلى قيادة الجماعة الإسلامية في صيدا، حيث كان تأكيد مشترك على أهمية حفظ الأمن والاستقرار داخل المخيم وتحييده عن الخلافات الداخلية والإقليمية والحرص على أمن الجوار. طمأن إخواننا وأهلنا في مدينة صيدا بأن مخيم عين الحلوى لن يخرج منه بإذن الله تعالى ما يمكن أن يضر بأمنهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغير ذلك، لأننا نعتبر أنفسنا وإياهم شعبا واحدا. هذا التضخيم الإعلامي الممنهج والمقصود والهادف إلى شيطنة مخيم عين الحلوة لم يكن له حظ في النجاح، لأننا كصيدويين وكفلسطينيين ندرك أن الواقع في مخيم عين الحلوة هو أفضل بكثير من كثير من المناطق، لعلها بعض المناطق اللبنانية. ودعا المجتمعون الدولة اللبنانية إلى حل المشاكل الحياتية التي يعانون منها، خصوصا فيما يتعلق بمشكلتي الكهرباء والماء في صيدا وعين الحلوة. وسط هذه الأجواء أعلنت قيادة الجيش أنه بنتيجة التنسيق بين مديرية المخابرات والجهات الفاعلة في مخيم عين الحلوة، تسلمت هذه المديرية في منطقة صيدا اللبناني هاني أحمد نجم لانتمائه إلى جماعة الموقوف أحمد الأسير. وفي وقت لاحق سلم مناصر الأسير خالد ريس المينا نفسه أيضا إلى حاجز الجيش، إشارة إلى أن المديرية تسلمت خلال الأيام الماضية 7 أشخاص مطلوبين كانوا موجودين داخل المخيم المذكور. وعشية عيد الجيش أطلق أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش أغنية تحت عنوان أسرى الجيش، وقد أدى الأغنية حسين يوسف والد العسكري المخطوف محمد يوسف. الأغنية من كلمات محمد عاطف باز وألحان وتوزيع حسام صعبه ومن أخراج علي محمود، تجدر الإشارة إلى أن أهالي العسكريين المخطوفين كانوا قد أصدروا بيانا دعوا فيه قيادات الجيش إلى عدم الاحتفال بالعيد باعتباره منقوصا في ظل استمرار اختطاف العسكريين. شو أخواتك أسر الجيش حق عندك أماني يا شعبي لا تسأل ليش لو أخواتك أسر الجيش حقنا عندك أماني وإلى واجب إنساني يا شعبي لا تسأل ليش لو أخواتك أسر الجيش حقنا عندك أماني وإلى واجب إنساني الجيش سهران على حدود حتى ننام نحن بأمان والأسرى أبطال جنود وهيدا واجب إنساني. تابعونا بعد الفاصل. عملية السلام في اليمن أسيرة ممارسات الانقلابيين.
والعراق يبدأ عملية تحرير جزيرة الخالدية. المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. أحمد الحريري يقول إن أفعال حزب الله تكذب أقواله. اللجنة الأمنية للمخيمات تؤكد الحرص على أمن عين الحلوي والجوار. ويز نقلا عن بري، الوضع الراهن ينذر بمخاطر كبيرة. في التطورات السورية وفيما سقط عشرات القتلى نتيجة الغارات الجوية، كثفت الماكينة الإعلامية الموالية للأسد وحلفائه من نشر صور وفيديوهات قالت إنها تعود لمدنيين ومسلحين خرجوا من المناطق المحررة في حلب. وأكدت جهات عدة كذب هذه الادعاءات وأن ما تم بثه عبارة عن أشخاص من سكان المناطق التابعة للنظام. بعد يوم دام قتل فيه أكثر من 120 مدنيا، واصلت روسيا والنظام السوري حملة القصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ليقتل المزيد من المدنيين في حلب التي تتعرض لحصار خانق. وفي السياق قتل العشرات جراء غارات جوية روسية على بلدة إبين في ريف حلب الغربي، كما تعرضت بلدة دار عزة غرب حلب لقصف جوي روسي بالصواريخ الفراغية. في غضون ذلك استهدفت كتائب الثوار بصاروخ مضاد للدروع راجمة صواريخ تابعة لكتائب الأسد على جبهة طريق الكاستيلو شمال مدينة حلب. من جهة ثانية استهدفت المدفعية التركية مواقع لتنظيم داعش الإرهابي على الحدود السورية التركية في وقت سيطرت ميليشيات سوريا الديمقراطية مدعومة بسلاح الجو الروسي على أبنية السكن الشبابي الواقع على أطراف طريق الكاستيلو شمال محافظة حلب. وفي إدلب لم يختلف الوضع، فقد سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح نتيجة غارات شنتها طائرات روسية وسورية على أحياء سكنية في مدينة سرمدة بريف إدلب التي شهدت في الأيام القليلة الماضية تصاعدا للقصف الجوي. إلى ذلك بدأت كتائب الأسد مدعومة بميليشيات أجنبية محاولة جديدة للتقدم باتجاه بلدة كنسبة والمناطق التي سيطر عليها الثوار مؤخرا في جبل الأكراد باللاذقية، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين على عدة محاور. وفي موقف لافت أكدت الهيئة العامة للثورة في الغوطة الشرقية بريف دمشق أنها لا تمانع الحل السياسي ولا ترفض الاستسلام المغلف بالمصالحة، نافية كل الإشاعات عن الاتفاق مع النظام لتطبيق هدنة ما في ريف دمشق. أعرب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون برينن عن عدم تفاؤله في شأن مستقبل وحدة سوريا. وانتقد برينن في منتدى أسبن الأمني السنوي تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحماية النظام السوري. فكرة التقسيم والنظام الاتحادي طرحت مرات عدة من أطراف تابعة للنظام أو حتى قوى كردية، وطرح مقربون من الأسد سوريا المفيدة للحفاظ على أسس الدولة التي يحكمها النظام، وهي تشمل دمشق ومنطقة الحدود مع لبنان ومحافظة حمص إضافة إلى الساحل. بينما طرحت قوى كردية النظام الاتحادي وتقسيم سوريا إلى مناطق عدة أبرزها ثلاثة أقاليم، كردي شمالا وأوسط تحت سيطرة النظام وجنوبي تحت سيطرة المعارضة. ووجدت الأقاليم الاتحادية وجدت قبولا لدى روسيا التي تبنت هذا المشروع وقدمته خلال جولة المفاوضات الأخيرة. بعد غياب طويل قارب 3 سنوات عن مسرح الأحداث في سوريا، ظهر نائب رئيس النظام السوري السابق فاروق الشارع، ونشرت صفحة تحرير سوري صورة حديثة للشارع ألمحت بعض المواقع إلى أن الصورة التقطت لمناسبة عزاء. وقالت تحرير سوري إن الصورة التقطت منذ فترة قصيرة في مدينة دمشق. يذكر أن هذه الصورة تعتبر الظهور العلني الأول للشارع بعد تغييبه قسريا في إقامة جبرية فرض عليه رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ العام 2013، الذي شهد عمليا آخر ظهور له والذي كان من الأوائل من داخل النظام السوري الذين انتقدوا الحل العسكري وطالبوا بحل الأزمة سياسيا في البلاد. اعتبرت الدول الراعية لمفاوضات السلام اليمنية أن خطوة الانقلابيين تشكيل مجلس سياسي تسبب بإلحاق ضرر كبير بالشعب اليمني، فيما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي
عن قلقها البالغ من إجراءات المتمردين في صنعاء. ما عصي عليه خلال الأسابيع الأخيرة لم يحققه كاملا في ليلة واحدة. هو الموفد الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي أنجز جلسات ماراثونية منفردة مع الوفود اليمنية المشاركة في مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت بهدف انتزاع موافقة الأطراف على الاستمرار في المشاورات فترة قصيرة على أمل تحقيق إنجاز مفيد لليمن. وفد الشرعية اليمنية كان كثف محادثاته مع سفراء مجموعة الدول 18 لتدارس طلب ولد الشيخ تمديد مشاورات السلام، فيما واظب الموفد الأممي على اجتماعاته مع وفد الحوثي وصالح، وعمل السفراء لصيغة تتضمن توقيع اتفاق مبدئي لمواصلة المشاورات لمدة أسبوع على أساس ورقة عمل ولد الشيخ التي تحمل تصورا للمرحلة المقبلة في اليمن. كما أصدروا بيانا حثوا فيه وفد الحكومة على الاستمرار في مشاورات السلام، ورفضوا في الوقت نفسه خطوة الانقلابيين بتشكيل مجلس سياسي في صنعاء. في هذه الأثناء استمرت الردود الرافضة لخطوة الانقلابيين بتشكيل المجلس السياسي، فأعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها البالغ من إجراءات المتمردين في صنعاء. وأكد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أن المجلس يعد خرقا واضحا لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. الخارجية التركية أعلنت بدورها عدم اعترافها باتفاق الحوثي صالح على تشكيل المجلس، واصفة إياه بالهيكل غير الشرعي، وأنه لن يسهم إيجابا في مشاورات الكويت الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة بالطرق السلمية. وكانت الخارجية الأمريكية وصفت مجلس الحوثي صالح بالخارج عن جوهر المفاوضات، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن خطوة الميليشيات تتنافى مع التزاماتها بإزاء مشاورات السلام، وطالبتها بالامتناع عن كل الأعمال الأحادية التي تنتهك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن. صدت القوات السعودية المشتركة هجوما واسعا للميليشيات الحوثية على جبل مخروق في منطقة نجران مكبدة إياهم خسائر فادحة. من جهة ثانية اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات السعودية وعناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في بلدة الربوعة في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير. في تطورات التركية اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان الغرب بأنه يقف إلى جانب الانقلابيين، لافتا إلى أن بلاده أفشلت محاولة البعض تركيعها سياسيا واقتصاديا. تأكيد جديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن من حاولوا نصب فخ الانقلاب ليلة 15 من تموز الجاري وقعوا فيه، وقال إن تركيا نجحت في إحباط مخططاتهم في غضون 20 ساعة فقط، منتقدا دولا لم يسمها تحاول تعليم تركيا الديمقراطية. أردوغان وفي خلال مشاركته في حفل تأبين القتلى الذين سقطوا أثناء تصديهم للمحاولة الانقلابية الفاشلة بحضور رئيس الوزراء بن علي يلدرم، أكد أن لتركيا رئيس جاء بعد فوزه ب 52% من الأصوات وحكومة وصلت إلى الحكم بنسبة 50%، وأنتم بدلا من الوقوف إلى جانب هذه الدولة وحكومتها تقفون إلى جانب الانقلاب. وفي إطار الملاحقات قررت محكمة في اسطنبول حبس 17 صحفيا تركيا احتياطيا بانتظار محاكمتهم بعد توقيفهم بشبهة الارتباط بجماعة الداعية فتح الله جولن. كما أطلقت محكمة اسطنبول سراح مئات الجنود المجندين الذين اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وقضت المحكمة بالإفراج عن هؤلاء الجنود على أساس أن اعتقالهم لم يعد ضروريا وأنهم لم يشكلوا خطرا، ومن بين من أطلق سراحهم طلاب من الكليات العسكرية. إلى ذلك استمرت المواقف الأوروبية مما يجري في الداخل التركي، فقد حذر رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر من أن الاتفاق المبرم مع تركيا قبل أشهر بشأن اللاجئين قد ينهار، وعزى ذلك إلى احتمال تراجع أنقرة عنه. وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمح مرارا إلى أنه يريد إعادة النظر في هذا الاتفاق، كما ذكر يونكر أن الاتفاق لا يزال هشا وتوقع أن يتدفق اللاجئون مجددا من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي في حال انهار.
أعلنت الأركان التركية مقتل 35 من مسلحي منظمة PKK في غارة جوية وعملية برية واشتباكات عنيفة مع قوات الأمن بولاية هكاري جنوبية شرقية البلاد. وأفاد بيان صادر عن الأركان أن القوات التركية حددت من خلال عمليات الاستطلاع والمراقبة 3 مجموعات من المسلحين بينما كانوا يحاولون التسلل إلى قاعدة عسكرية. وفي قضاء جوقرجة بهكاري قتلت قوات الأمن 8 مسلحين خلال اشتباكات اندلعت بينهما. بدأت القوات العراقية عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على جزيرة الخالدية شرق مدينة الرمادي وسط العراق. وأوضح قائد عملية الأنبار أن العملية بدأت من 3 محاور بمشاركة الجيش وشرطة الأنبار والشرطة الاتحادية. وتعتبر جزيرة الخالدية من أكبر معاقل تنظيم داعش المتبقية في الأنبار، وقد سيطر على الجزيرة في منتصف العام 2014، وباتت منذ ذلك الحين منطلقا للقيام بنشاطاته وعملياته الهجومية في اتجاه مدينة الرمادي. هذا وأفاد الجيش العراقي عن مقتل نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي وعشرات القياديين في التنظيم في غارات جوية على منطقة القائم غرب العراق. وأضاف الجيش أن الغارات استهدفت اجتماعا لقادة في داعش، وأن من بين القتلى والي الفلوجة ونائب وزير الحرب في التنظيم. اجتمع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري مع نظير الفرنسي في باريس اليوم، حيث جرى مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا والسعي لإحراز تقدم في مبادرة السلام بالشرق الأوسط. وفي وقت سابق التقى كيري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث جهود المضي قدما نحو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوصل لاتفاق لإنهاء الصراع القائم منذ عقود. عباس التقى أيضا وزير الخارجية الفرنسي، حيث جرى خلال اللقاء بحث في آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى المبادرات الفرنسية. أصدرت السلطات الأمريكية قرارا سمحت بموجبه لشركات الطيران الأجنبية باستخدام الطائرات الأمريكية الصنع في الرحلات إلى إيران. وبحسب وكالة رويترز فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أصدر إذنا يسمح للطائرات الأمريكية الصنع بالنزول المؤقت في إيران. وأرفقت وزارة الخزانة الأمريكية الإذن بشروط عدة، من بينها عدم بقاء الطائرات في إيران أكثر من 72 ساعة كل مرة، ولا يغطي الإذن أيضا سوى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة وليس المروحية، ويحظر على الشركات تخزين قطع غيار في إيران. ألقت الأجهزة الأمنية البلجيكية القبض على 2 للاشتباه بتخطيطهما لاعتداءات بحسب ما أعلنت النيابة العامة البلجيكية. وقالت النيابة في بيان لها إنه تم توقيف المشتبه بهما نور الدين هاء وشقيقه حمزة هاء إثر عمليات دهم جرت في منطقتي موس ولياج. وأضافت النيابة أنه تم اقتياد المتهمين للاستماع إلى إفادتيهما. أظهر أحدث استطلاع للرأي أن المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تقدمت 6 نقاط مئوية على المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وأعد الاستطلاع رويترز إبسوس بعد يوم واحد من قبول كلينتون رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لها في انتخابات الرئاسة المقررة في 8 من تشرين الثاني المقبل. الاستطلاع الذي نظم عبر الانترنت في الفترة من 25 إلى 29 من تموز الحالي وشمل 1043 من الناخبين المحتملين أشار إلى أن نحو 41% من الناخبين المحتملين أيدوا كلينتون مقابل 35% لترامب، و 25% صوتوا لصالح آخرين. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. حملة لإزالة الشوائب عن طرقات بعلبك، والإعلان عن تشكيل لجنة لحماية نهر العاصي من التلوث. أهلا بكم من جديد. مسيرة لحملة بدن حاسب من البربير إلى رياض الصلاح للمطالبة بإقرار قانون انتخابي يعتمد على النسبية. وفي ختام المسيرة نصب أعضاء الحملة خيمة في الساحة لمواكبة طاولة الحوار بهدف الضغط باتجاه تنفيذ مطالبها.
تحت عنوان النسبية تمثلني، نظمت حملة بدنا نحاسب مسيرة للمطالبة بإقرار قانون انتخابي جديد يعتمد على النسبية. وبمواكبة من القوى الأمنية انطلقت المسيرة من ساحة البربير، حيث كان التجمع بحضور عدد من هيئات الحراك المدني، مرورا بعدد من أحياء العاصمة ومناطقها، وصولا إلى ساحة رياض الصلح. والجميع يعلم أن لا سبيل للتمثيل الصحيح سوى بالقانون النسبي، وهنا نعني النسبية الكاملة وليس القانون المسخ المسمى بالمختلط والذي يزيد من هيمنة أولئك الفاسدين. يقولون لكم: وهل النسبية حل سحري لجميع المشاكل؟ نجيب: وهل بغيرها نستطيع البدء بالتغيير؟ وإلى جانب قانون الانتخاب، أطلق المشاركون في التحرك شعارات تنتقد تعامل الحكومة مع الملفات الحياتية. المياوم في مؤسسة كهرباء لبنان ربيع الصايغ إلى مستشفى عصيران في صيدا بعد إضرابه عن الطعام لمدة 5 أيام. بعد تردي حالته الصحية، نقل ربيع الصايغ الموظف المياوم في مؤسسة كهرباء لبنان والذي يدخل إضرابه عن الطعام يومه 5 إلى مستشفى عصيران في صيدا، حيث تبين أن ربيع يعاني من بداية قصور كلوي وجفاف وتسارع بدقات القلب بحسب تقرير الطبيب. الصايغ أشار إلى أن إضرابه عن الطعام جاء بهدف المطالبة بمعالجة أزمة المتعاقدين المتفاقمة مع مؤسسة كهرباء لبنان وضرورة إيجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن. كنا كل مرة نسكر ونحرق دولاب، ولا مرة يمكن وصلنا لنتيجة مرضية. إن بركة بهالطريقة اللي أكيد نحن أنا نفسي مش راضي عليها، يعني إن بركة بيوصل صوتنا، بركة بيوصل صوتنا ووجعنا للناس وللزعمة، بشوفوا نحن وين حقنا وبيعطونا إياه. يعني يذكر بأن الصايغ بحاجة لأن يبقى في المستشفى ل 48 ساعة لإعادة التوازن إلى جسمه، لا سيما لجهة تعويض النقص في السوائل والأملاح. التقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون في دارته في الرابي وفدا من قيادة الجيش برئاسة العميد جوزيف وكيم، جاء لتهنئته لمناسبة عيد الجيش في الأول من آب. في جديد التوقيفات التي توجيها السلطات البرازيلية في إطار حملات أمنية لاعتقال المشتبه بصلاتهم بالإرهاب قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، ذكرت الشرطة البرازيلية أنها احتجزت مقاتلا سابقا في القوات الخاصة لحزب الله يدعى فادي حسن نبهة 42 عاما، وقد صدرت بحقه 3 مذكرات توقيف من الانتربول، وهو ملاحق بتهمة تهريب مخدرات على نطاق دولي. أطلق المحافظ بشير خضر حملة لإزالة اللافتات والشعارات والشوائب عن طرقات بعلبك. أطلق محافظ بعلبك الهرم البشير خضر حملة إزالة اللافتات والشعارات الحزبية والانتخابية والدينية وكافة الشوائب على الطريق الدولية والقرى والبلدات التي تقع ضمن المحافظة بدءا من مدخل بعلبك الجنوبي. حملة مماثلة كانت نفذت السنة الماضية بتنظيم من العمل البلدي وبمشاركة اتحادات بلديات قضاء بعلبك. بدي أتوجه بالشكر لأحزاب بالمنطقة لتعاونها وللخطوات اللي عم تقومها كمان بمبادرة منا بهذا الاتجاه، إضافة لإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة. نحن بدنا بعلبك منطقة نموذجية، والأمور ببلش من أصغر إجراء لأكبر إجراء. نحن بأمس الحاجة بالفعل هيك عملية، لأنه بتعطي طابع ارتياح وبتزيل الحساسيات داخل المجتمع البقاعي واللبناني بشكل عام، وخاصة أنه الوافدين إلى بعلبك لما بيشوفوا هذا الشارع نظيف أو خالي من أي شعارات حزبية بيوحي بالاطمئنان وبالثقة. نحن مستمرين في إزالة كافة الشوائب اللي موجودة على الطرقة، كذلك نتمنى على أهلنا وأخواننا أنه يعتبروا كل هاي الطرقان هي بيوتهم ويحافظوا عليها. بلدية بعلبك وبلدية دورس من أجل إطلاق حملة تنظيف الطريق العام الذي يبدأ من رياء وصولا إلى محافظة بعلبك. كما كانت كلمات لرئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك ورئيس اتحاد بلديات النبيشيت. الهرم أعلن عن تشكيل لجنة لحماية نهر العاصي والتي ستعمل بشكل مستدام على منع وصول نسبة التلوث في النهر إلى ما وصلت إليه في نهر الليطاني. من أجل مياه نظيفة في نهر العاصي وللتوصل إلى سياحة رائدة، أعلن في الهرم عن تشكيل لجنة حماية نهر العاصي.
وتضم اللجنة الوزير حسين الحاج حسن والنائبين نوار الساحلي وعلي المقداد ومحافظ بعلبك بشير خضر، بالإضافة إلى رئيس اتحاد بلديات الهرمل ورئيس بلديتها وقائم مقامها. الحاج حسن شدد على وجوب عمل اللجنة بشكل مستمر ومستدام منعا لوصول التلوث في نهر العاصي إلى ما وصلت إليه في نهر الليطاني، فتصبح كلفة رفع التلوث باهظة جدا. إن الإجراءات التي اتخذت قبل عام تقريبا على نهر العاصي بموضوع السمك والمسامك والمقاهي أدت إلى انخفاض التلوث بشكل كبير وملحوظ، وبات ارتياد المقاهي وأكل السمك آمنا. الكلمات طالبت القوى الأمنية ملاحقة كل من يعتدي على صحة الناس ومعاقبتهم، كما أشارت إلى ضرورة أن يولي سكان ضفاف النهر أهمية لنظافته. جمعية شباب الهرمل لحماية البيئة لفتت إلى أن أي نشاط سلبي على نهر العاصي سيكون له تداعياته على الدولة الاقتصادية. اعتصم طلاب وناشطون من منطقة عكار احتجاجا على عدم فتح رئيس الجامعة اللبنانية فرعا للجامعة في منطقتهم، استنكارا للاستمرار في حرمان منطقة عكار من فرع للجامعة اللبنانية أسوة ببقية المحافظات. اعتصم طلاب وناشطون من المجتمع المدني ووزعوا مناشير على المارة مطالبين بوضع حد للتهميش الذي يطال آلاف الطلاب، كما هدد المعتصمون بالتصعيد في حال لم ينظر إلى وضعهم. يستنكر الرأي العام في عكار إصرار رئاسة الجامعة اللبنانية على تهميش 10,000 طالب جامعي من أبناء محافظة عكار وحرمانهم من حقهم بوجود فرع للجامعة أسوة بباقي المحافظات، مخالفة ما نص عليه الدستور الإنماء المتوازن واللامركزية، رافضة القيام بواجباتها، متجاهلة جميع الدراسات التي تضيء على واقع محافظة عكار. المعتصمون أكدوا أن تمييزا يطالهم من خلال انتشار 47 فرعا للجامعة اللبنانية من دون عكار، أقربها يكبد الطلاب هدر 5 ساعات يوميا على الطرقات وهدر 5 ملايين دولار سنويا كبدل نقل يدفعها طلاب المحافظة الأكثر فقرا. أعلنت شركة سوكومي عن وقف العمل في موقع برج حمود للتخزين المؤقت فورا حفاظا على سلامة العاملين ولكي لا يتحولوا إلى مكسر عصا. قرار الشركة جاء بعدما وصل موقع برج حمود بعدما وصلت مجموعة مؤلفة من 9 سيارات تقل نحو 20 شابا يرتدون قمصانا تحمل شعارات لحزب الكتائب اللبنانية ويحملون أعلام الحزب ومسلحون بالعصي، واعتدوا بالضرب على المسؤول عن الموقع وبعض العمال والموظفين الموجودين في المكان، ووجهوا إليهم تهديدات بإغلاق الموقع بالقوة في حال لم يتم إخلاؤه في غضون 3 أيام. شركتا سوكومي وسوكلين وإذا استنكرتا ما حصل حذرتا من تبعات القرار ومن تراكم للنفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان، وقد أعلنتا في بيان اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المعتدين والمحرضين، وطلبتا الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية بضمان حماية العاملين لديها. ونصل إلى صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الستار. حصل على أجدد تليفون من ألفا، قسط على 12 شهر ب0% فايدة مع حسم لغاية 40% لما تشترك بال4G Data Bundle أو تزيد الجيجا بايتس. العرض محدود. بونسوار. عم يتأثر حوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بمنخفض جوي حراري جاي من الخليج العربي وحامل معه كتل هوائية حارة عم بتأدي إلى طقس صيفي وحار بالمناطق الساحلية وطقس حار ورطب بالمناطق الداخلية والجبلية. التفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد فقرة صورة وشمسية. اليوم وصلتنا الصورة من ليلى، برجع بذكركم بس صورة واحدة عم تربح معنا جايزة كل آخر الشهر. من بعد فقرة صورة وشمسية منروح هلا على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. جولتنا بتبلش مع القاهرة 37، تونس 38، الرباط 28 درجة، بغداد 48، دمشق 39، القدس 31 درجة، والختام عم بيكون مع الكويت 46، الدوحة 39، والرياض 45 درجة.
نوصل هلا على طقس لبنان. بكره الجو العام عم بيكون بين غائم جزئيا الى غائم احيانا. على الساحل الحراره بتتراوح بين 22 و 32 درجه، بالنسبه للرطوبه عم تسجل اقصاها 90%، اما سرعه الرياح بتوصل لل 35 كيلومتر بالساعه. بالجبل بتتراوح بين 20 و 31 درجه، اما بالداخل ارتفاع بدرجات الحراره تتوصل اقصاها لل 38 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل الحراره ببعض المناطق اللبنانيه. ومنبلش جولتنا من شمال مع عكار 31، 32 بطرابلس، 26 بالارز، 31 درجه بالكوره. الهرمل 32، القاع 31، بعلبك 35، 34 درجه برياء. منكمل على جبال 33، ميروبه 28، 32 درجه بجوني وببعبده. بيروت كمان عم توصل فيها الحراره ل 32 درجه، وطقسها عم بيكون بين غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحراره 38 بزحله، 37 بشتوره، 36 بعنجر، 32 درجه بمشغره. منكمل على جزين 32، 29 برشية، 32 درجة بمرجع عيون وبمنت جبال. والختام عم بيكون مع بيت الدين 30 والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و 32 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة عم بيكون في عنا طقس بين غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة تتوصل أقصاها بكرة ل 32 درجة، أما أدناها لل 24 درجة. بالنسبة لنهار التنين انخفاض درجة واحدة تتسجل أقصاها 31 درجة، ومكمل هيك الطقس لنهار الثلاثة مع حرارة بتتراوح بين 26 وال 31 درجة. عم بيكون في عنا ضباب على المرتفعات، اما بمنطقه الارز الحراره عم تتراوح بين ال 14 وال 26 درجه. لهون بتكون خلصت النشره الجويه، بعثوا لنا صوركم على اكونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابلكيشن، واكيد شو ما كان طقسكم المفضل لاقونا على طول على المستقبل. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. المضحك المبكي أن حزب الله الذي يعطل انتخابات الرئاسة يتهمنا ويتهم المملكة السعودية بما هو فيه. الأمين العام لتيار المستقبل: أفعال حزب الله تكذب أقواله واللبنانيون تعبوا من حروبه. الجيش اللبناني حريص كل الحرص على أمن المخيمات كما هو حريص على أمن صيدا. اللجنة الأمنية للمخيمات تؤكد وجود إجماع فلسطيني على أمن واستقرار مخيم عين الحلوي وجواره. عشرات القتلى والجرحى في غارات وحشية لروسيا والنظام السوري على إدلب وحلب. بهذا نصل إلى ختام نشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.